السلام عليكم، انا دكتوره امنيه محمد. باذن الله نبدا مع بعض دلوقتي موضوع الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. احنا عندنا الارتيريال بلاد بريشر ريجوليشن منظومه معقده، منظومه فيها تكامل من اطراف بتشتغل بسرعه، اطراف بتشتغل بسياسه النفس الطويل، وفي الكابيلاريز بتبقى ان بتوين الاثنين. احنا بالنسبه لنا الارتيريال بلاد بريشر اتس فيري كروشال ان الارتيريال بلاد بريشر يبقى ساتسفاكتوري بالنسبه للميتابوليك نيدز بتاعه التيشو. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ثلاث مستويات من الريجيليشن للارتيريال بلاد بريشر: النيرفس ريجيليشن، ودي تعتبر او بتمثل الرابيد ميكانيزم فور ارتيريال بلاد بريشر ريجيليشن. عندنا حاجه اسمها الكابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم، وهي دي تعتبر الانترميديت ميكانيزم فور ريجوليشن، والهرمونال او الرينال ميكانيزم، ودي السلو بات شور لونج تيرم ميكانيزم. فهم الثلاثه ما ينفعش نقول حاجه منهم اهم او حاجه منهم اقل اهميه، الثلاثه متكاملين مع بعض بحيث ان هم يتعاونوا في ان البلاد بريشر يبقى في الليفل اللي هي مطلوبه، بحيث ان الجسم ده الهوميوستيزيس يبقى مظبوط، يبقى البلاد بريشر فاليو اللي هو عالي قوي بصوره مش مناسبه للفسيولوجي بتاع الجسم، ولا قليل قوي بصوره ما تكفيش البرفيوجن بتاع الانسجه، يبقى within normal value. اول منظومه للريجيليشن of arterial blood pressure هي المنظومه النيرفس، واللي تعتبر اكتر يعني اكتر ميكانيزم فيهم او اكتر منظومه فيهم هنتكلم فيها بتفاصيل كتير. اكشوالي هي دي تعتبر زي ما اتفقنا هي رابيد ميكانيزم. النيرفس ريجوليشن معتمده على الميدالري كارديوفاسكولار سنتر، اللي احنا زي ما احنا معلوماتنا عنها ان هي بتتكون من بريسر اريا اند ديبريسر اريا. يبقى الميدالري كارديوفاسكولار سنترز عبارة عن two main centers كبار قوي، اتنين منهم يرفعوا قيمة الضغط يعني يعلوا ضغط الدم، واتنين منهم او جزء من الكارديوفاسكولار سنترز مختص بان هو يقلله. وما اقدرش اقول ان ده مهم وده مش مهم، كل واحد فيهم ليه دوره وليه اهميته زي ما هنشوف دلوقتي، وكل واحد منهم مطلوب لان هو المفروض زي ما اتفقنا الارتيريال بلاد بريشر يبقى within الفاليوز المطلوبه اللي تحقق التوازن في البرفيوجن للانسجه، من غير ما يبقى عالي قوي بحيث ينتج منه اضرار، ومن غير ما يبقى قليل قوي فما يقدرش يوفي احتياجات الانسجه من الاكسجين والنيوترينتس. الكارديوفاسكولار سنتر زي ما اتفقنا مبدئيا عندنا منطقه اسمها البريسر اريا. البريسر اريا ليها جزئيتين، اول واحده اللي هي الفازو كونستريكتور سنتر، وزي ما يعني ما احنا عارفين عنها ان هي مختصه بحاجه اسمها الفازو كونستريكتور تون او السمباثاتيك تون، ده كونتينوس تون بيبقى على مستوى البلاد فيسلز، وبالتالي تاثيره على الارتريز انه بيزود التوتال بريفيرال ريزيستنس، تاثيره على الفينز انه بيزود الفينس ريتيرن، وبالتالي هيزود لنا حاجه اسمها الكاردييك اوتبوت. تاني جزئيه عندنا في البريسر اريا اللي هي الكارديو ستيميلاتري سنتر، اللي هو مسؤول عن رفع قيمه الكاردييك اوتبوت، وده عن طريق زياده الهارت ريت وزياده الستروك فوليوم. كل ده سمباثيك ايفكت، بيسرع ضربات القلب وبيزود الفورس اوف فنتريكولار كونتراكشن، فبيزود الستروك فوليوم. المنظومتين دول زي ما احنا شايفين واحده منهم directed towards the vessels والتانية towards the heart. ده كده بالنسبة للpressure area. depressor area هتلاقي نفس الفكرة برضو، هنلاقي فيه جزء منها مختص بالblood vessels اللي هو vasodilator center، وهو actually شغله بيبقى عن طريق inhibition للvasoconstriction، لأن vasoconstrictor tone زي ما احنا شايفين كده هو ليه dominance، ليه continuous activity، ليه strong basal activity. وبالتالي علشان نقدر نعمل فاز دايليتيشن لازم ستيب نمبر 1 ان انت لازم تعمل انهبيشن للفازو كونستريكشن، تمام؟ الجزئيه دي بينتج عنها عكس اللي فات، يعني عكس اللي قلناه في البريسر، ان احنا لو على مستوى الارتري يبقى التوتال بريبر ريزيستنس هتقل معايا، ولو على مستوى الفين الفينس ريتيرن هيقل بما يستتبعه من ان قيمه الكارديك اوتبوت هتقل معايا.
والجزء الاخير من الكارديوفاسكولار سنترز اللي هو المتعلق بالهارت في الديبريسور اريا اللي هو كاردياك انهيبيتوري سنتر. وده بقى المره دي هو ده بقى اللي مسيطر. مسيطر فين؟ احنا قلنا البلاد فيسلز اللي مسيطر عليها السيمباثيتك تون او الفازو كونستريكتور تون، هنا الكارديك انهيبيتوري سنتر مسيطر على التون او الهارت ريت بتاع يعني الريت بتاع الهارت. تمام، احنا بالنسبه لنا نقدر نقول ان كل اريا منهم زي ما اتفقنا هيبقى ليها جزء مختص بالفيسل، جزء مختص بالهارت، جزء مختص بالفيسل، جزء مختص بالهارت. ولكن البريسور اريا يعني يبقى باين قوي نشاطها قوي المستمر على البلاد فيسلز، انما الدي بريسور اريا بتبقى اكتر نشاطها باين على مستوى الهارت. والاكتيفيتي بقى بتاعه الكارديوفاسكولار سنترز اللي احنا قلناها دي كلها بتبقى يعني هي السنترز دي موجوده اوريدي في المظله في المخ في السنتر. تمام، مفترض انها بتدي اوامر. يا ترى امتى يبقى الاوامر جايه من البريسور اريا تو اليفيت ذا بلاد بريشر، ولا الاوامر جايه من الديبريسور اريا؟ يا ترى حاله الجسم في احتياج ان احنا نرفع الضغط ولا نقلله؟ يا ترى الجسم ده في حاله نزيف مثلا، ولا الجسم ده الشخص ده ضغطه عالي لاي سبب من الاسباب؟ مفترض ان السنتر زي اي ريجيلاتوري سنتر، زي اي كنترول سنتر موجود عندنا درسناه في الفسيولوجي، ان المفروض السنتر موجود في السي ان اس وبيوصل له معلومات عن طريق مستقبلات بره السي ان اس او بره المنطقه بتاعه السنتر نفسها. تمام، سواء كانت الاكتيفيتي الحاجات دي كلها او الرسائل دي كلها او المعلومات دي كلها جايه من السي ان اس شخصيا او بره السي ان اس وات ايفر، المهم ان احنا في الاخر لازم يوصل له معلومه ياخد بناء عليها قرار. الاكتيفيتي اوف ذا كارديوفاسكولار سنترز موديفايد اكوردنج تو افرنت امبلسز فروم ريسبتورز في الكارديوفاسكولار سيستم شخصيا، او افرنت امبلسز من الهاير سنترز زي السيريبرال كورتكس او الهايبوثالاموس زي ما هنشوف بعد كده، او افرنت امبلسز من بريفيرال سنسوري ريسبتورز زي مثلا في حاله البين ممكن يعدل مسار الارتيريال بلد بريشر، واخيرا وليس يعني لا يعني وهي شيء في منتهى الاهميه changes in blood gases. يبقى انا معايا كده اربع حاجات ممكن يعدلوا نشاط الكارديوفاسكولار سنترز ويوجهوا الدفه في اتجاه يا ترى البلد بريشر يعلى ولا ينزل. يبقى احنا يا جماعه اتفقنا ان احنا دلوقتي في موضوع الارتيريال بلد بريشر ريجوليشن، قلنا ان احنا عندنا ثلاثه ميكانيزم فور ريجوليشن، الرابيد ميكانيزم اللي هو النيرفس، الانترميديت الكابيلاري فلويد شيفت، واللونج تيرم او السلو اللي هو الرينال او الهرمونال. فاحنا كنا بدانا كلامنا دلوقتي عن النيرفس ريجوليشن وهو عن طريق الكارديوفاسكولار سنترز، والكارديوفاسكولار سنترز اللي هم الميدالري وبيستقبلوا من مجموعه مستقبلات. ايه هم بقى المستقبلات اللي بيجوا لهم بقى من الكارديوفاسكولار سيستم شخصيا؟ عندنا حاجة اسمها arterial baroreceptors, atrial receptors, peripheral chemoreceptors, left ventricular receptors and pulmonary receptors. كل دول receptors جوه أو within منظومة الكارديوفاسكولار سيستم شخصيا، وده أول نوع من الـ afferent impulses اللي بيوصل للميدالري سنترز وهنبدأهم واحد واحد. اول جروب من الريسبتورز اللي هي within الكارديوفاسكولار سيستم المجموعه اللي سميناها arterial baroreceptors اللي هم بيتسموا pressure receptors لان هم استجابتهم للبريشر. موجودين فين؟ موجودين في مكانين، مكان اسمه الاورتيك ارش اسمهم aortic arch receptors، ودولت بيوصلوا المعلومه عن طريق نيرف اسمه aortic nerve وده برانش من الفيجس cranial nerve number 10. وعندي مجموعه ثانيه موجودين في مكان كده عند البايفركيشن اوف كاروتيد عند منطقه الانقسام لاكسترنال وانترنال كاروتيد، المكان ده اسمه الكاروتيد ساينس، والريسبتور دول متوصلين على النيرف اسمه ساينس نيرف
وده برانش برضو من الجلوسوفارينجيال نيرف. يعني هما تقريبا قريبين جدا للكيمو ريسبتورز اللي احنا يعني قلناهم مع الريسبيريشن. الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس الريسبتورز اللي موجوده فيهم زي ما اتفقنا اسمهم ايه؟ بارو ريسبتورز. اي ريسبتور بيتسمى على اسم الاستيمولس اللي هو بيتاثر بيه. البارو ريسبتور يبقى انا متوقع ان الاستيمولس بتاعهم بلاد بريشر. تمام؟ الارتيريال بارو ريسبتورز فعلا الفايرنج بتاعها بيبقى في احسن حالاته وفي اكتر ليفل اوف فايرنج بنلاقيه ما بين 60 ل 180 مليمتر ميركري. واكشولي هو كل ما بنكون قريبين من نورمال ارتيريال بلاد بريشر هي بتفاير. ربما يكون يعني الهدف الفايرنج ده ان احنا ايه وانس بدانا نوصل للنورمال ذاتس انف، يعني ما بنستناش ان احنا نعلى عشان خاطر نبتدي نشتغل، لان هي زي ما هنشوف دلوقتي هي شغلانتها او الوظيفه بتاعتها انها تعمل انهيبيشن للبريسر ايه. طيب خلينا نشوف دلوقتي هي within الرينج ده بتعمل inhibition للpressor area زيادة عن ال 180، وده شيء يعني برضو يعني ممكن نستغربه ان هو الفريكونسي اوف discharge بتقل عن العادي. يعني هي تفضل discharge وبتبتدي تبعت impulses ما بتوقفش، لكن مش بنفس الكثافة زي الليفل اللي احنا شرحناه اللي هو ال 160 ل 180 من اول 60 سوري لغاية 180. والحاجة التانية اللي بتستجيب ليها البالس بريشر، وزي ما اتفقنا البالس بريشر ده هو حاصل طرح السيستوليك ناقص دايستوليك بلاد بريشر. الوظيفة بتاعتها اللي بتقوم بيها الارتيريال بارو ريسبتورز ان هي بتبعت امبلسز، الامبلسز دي بتروح للبريسر اريا وبتعمل لها انهبيشن، لان زي ما اتفقنا هي خلاص البلاد بريشر this is okay we don't need any more rise in blood pressure. والشيء اللطيف في البارو ريسبتورز دول ان هم they do not adapt or very slowly adapting. adapting adaptation بتاع الريسبتور معناها ان الريسبتور يبطل يستجيب للستيمولس فيتعود على الستيمولس وخلاص ويبقى الديجري اوف فايرنج ممكن مع الوقت يقل معايا او كده. لا، هي ما بتستسلمش الريسبتورز دي طول الوقت. so long ان احنا وصلنا ليفل معين من البريشر it will fire inhibitory impulses to the pressor area. This is the arterial baroreceptor. وبنقول الرول بتاعها في regulation of arterial blood pressure في حالة لو arterial blood pressure عالي. خلينا بنتخيل كده السيناريو يمشي ازاي. الديسشارج بتاعهم هيبتدي يزيد للبريسر اريا. زي ان احنا بدأنا نعلى نبقى 150 نبقى 160 or so. بدأ الـ impulses تتبعت للبريسر اريا كانهبيتري impulses. بهدف ان احنا نقلل الارتيريال بلاد بريشر، وبالتالي كل الحاجات اللي كانت البريسر اريا بتحاول تعملها هيحصل لها انهيبيشن. بمعنى لو البريسر اريا كانت بتشجع على الفازو كونستريكشن ففي الحاله دي لا، الموضوع هيمشي في سكه فازو دايليتيشن. لو في الارتيريول زي ما اتفقنا يقل معايا التوتال بريفرال ريزيستنس، لو في الفينز يقل حاجه اسمها المين سيركيلاتوري بريشر فيقل الفينس ريتيرن فيقل الفوليوم نفسه اللي واصل للقلب، وبالتالي الستروك فوليوم اللي خارج من القلب هيقل برضه، وبالتالي الكارديك اوتبوت هيقل معايا. مش بس كده، الكارديك ستيميلاتري سنتر خلاص احنا مش يعني اللي بيشجع ان الهارت ريت يزيد والستروك فوليوم يزيد هنعطله، هنعمل له انهبيشن، هنخفف نشاطه شويه، وبالتالي بعد الهارت ريت مكان يعني قيمه معينه بدا يقل الهارت ريت والستروك فوليوم بدا يقل، لان احنا عارفين ان الكارديك اوتبوت ما هو الا محصله مالتيبليكيشن اوف هارت ريت تايمز ستروك فوليوم. تمام، الموضوع ما فيهوش اي مشكله ولا في اي تعقيد. زي ما اتفقنا ان البريسر اريا او الديبريسر اريا اي اريا من الكارديوفاسكولار سنترز ليها سكتين تشتغل منهم، طريق عن طريق البلاد فيسلز وطريق عن طريق الهارت. واحنا لو عايزين نرفع الارتيريال بلاد بريشر احنا عندنا المعطيات بتاعتنا ان احنا يا اما كارديك اوتبوت نشتغل عليه يا اما توتال بريفرال ريزيستنس نشتغل عليه. حاصل ضرب الكارديك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس هو ده محصله الارتيريال بلاد بريشر، وبالتالي البريسر اريا بتشتغل على الناحيتين على الهارت وعلى البلاد فيسل. البلاد فيسل عشان نرفع البلاد بريشر بنعمل فازو كونستريكشن وبالتالي يزيد معايا التوتال بريفرال ريزيستنس فقيمه الارتيريال بلاد بريشر تزيد. هنا اوريدي البلاد بريشر عالي ف
في الحاله اللي احنا بنوصفها دلوقتي البلد بريشر اوريدي عالي، يبقى مش من المصلحه ابدا ان يبقى في فازو كونستريكشن، لازم يحصل انهبيشن للبريشر اريا، لازم يحصل فازو دايليتيشن، الارتيريولز مباشره هتصب في مصلحه انخفاض الضغط بصوره مباشره، لان التوتال بريفر ريزيستنس عنصر اساسي من عناصر معادله الارتيريال بلد بريشر. وبالنسبه للفينز فبرضه هي هتقلل الفينس ريتيرن، فبصوره اندايركت هنلاقي ده ريفلكتد على الكاردييك اوتبوت اللي هو الجزء الثاني من معادله الارتيريال بلد بريشر. خلينا نوضح تاني بمثال اكتر. لو قلنا في حاله لو الشخص ده جاله نزيف، حصل ضغط وطي لاي سبب، مفروض ان الضغط بيبتدي يوطى، الفايرنج بتاع البارو ريسبتورز بيقل او بيتوقف حسب نسبه الضغط اللي قدامي، تمام؟ بالتالي البريسر اريا هتبقى ريليزد فروم انهبيشن، لانه مفترض ان احنا في الاحوال العاديه متحجم نشاطها، مكتفين نشاط البريسر اريا عشان ما تزيدش زياده عن اللزوم. طيب هو اوريدي البلاد بريشر قليل قليل بصوره ممكن ما تكفيش احتياجات الجسم في الميتابوليك نيدز بتاعته في البرفيوجن، يبقى ايه الحل؟ الحل ان الانهبيشن ده لازم يتشال وتبتدي البريسر اريا تاخد نشاطها الطبيعي بقى اللي هي نفسها تعمله. البريسر اريا نفسها تعمل ايه؟ نفسها تشغل البازو كونستريكتور سنتر قوي، ونفسها تشغل الكاردييك ستيميلاتري سنتر، وبالتالي يبقى القاعده بتقول ايه؟ فازو كونستريكشن على مستوى الارتري تزود توتال بريفيرال ريزيستنس، على مستوى الفين تزود الفينس ريتيرن، تزود ستروك فوليوم، وبالتالي تزود معايا الكاردييك اوتبوت. ده بالنسبه للفازو كونستريكتور سنتر. بالنسبه للكاردييك ستيميلاتري سنتر هيشتغل على جزئيه الهارت ريت، ان هو بيسرع البيس ميكر بوتنشال، فبيزود الهارت ريت، بيزود الهارت ريت بتاعنا، ويزود كمان الفورس اوف فنتريكولار كونتراكشن، فيزود الاماونت اوف بلاد بامبد باي ذا فنتريكل، يعني بيزود الستروك فوليوم، وبالتالي هيزود معايا الكارديك اوتبوت اللي هو ما هو الا محاصل ضرب الستروك فوليوم في الهارت ريت. يبقى ده كده قصه الارتيريال بار ريسبتور ازاي بتتدخل بحيث ان هي تعمل كنترول للارتيريال بلاد بريشر. لو زاد تزود الديتشارج بتاعها عشان تنهبت البريسر اريا، ولو قل تبتدي تخفف الضغط بتاعها على البريسر اريا، تبتدي تشيل الانهبيشن، تبتدي تخفف الامبلسز بتاعتها بحيث ان البريسر اريا تبتدي تتحرر من الانهبيشن وتبتدي تمارس النشاط اللي هي نفسها تقوم بيه انها ترفع ضغط الدم. تمام كده. بعض الناس بيبقى عندهم حاجه اسمها الكاروتيد ساينس سيندروم ناتجه من very sensitive carotid sinus. أنا عندهم carotid sinus بيبقى يعني من أقل مؤثر ممكن، يعني just slight pressure على carotid sinus ممكن الشخص ده يجيله syncope، ممكن ضغطه يقع في لحظة، marked drop of blood pressure في لحظة، الدم الفلو تدفق الدم للمخ يقل مرة واحدة والشخص ده ممكن يقع من طوله، ممكن يغمى عليه في لحظة. syncopes والloss of consciousness والكلام ده كله بيحصل نتيجه ان البلاد بريشر بيقع مره واحده، لان الكاروتيد ساينس زي ما اتفقنا هو مكان بارو ريسبتور، والبارو ريسبتور هدفها ايه؟ تعمل انهبيشن للبريشر اريا، وبالتالي هي في النشاط الطبيعي مطلوب انها تشتغل بصوره طبيعيه علشان الشخص يفضل الضغط بتاعه في الحدود الطبيعيه. انما لو زادت عن الطبيعي بتاعها وبقت من يعني على طول بسهوله شديده تعمل انهبيشن للبريشر اريا، ده ممكن يعرض الشخص ده فعلا ان ضغطه يقع مره واحده، up to انه ممكن لو القميص الكولر بتاع القميص ضيق شويه، او الشخص ده بيعمل شيفنج مثلا وداس على المنطقه دي، ممكن يعني يحصل له فينتنج من تصرفات ما فيهاش حاجه، يعني ما فيش يعني افري داي اكتيفيتي وكده، فالشخص ده ممكن احد الموداليتيز انه ممكن يتعمل له denervation of carotid sinus. تمام، دي كده الكونديشن اللي اسمه carotid sinus syndrome. وفي حاجه برضو عندنا في تطبيقات البايرو ريسبتورز اسمها الماريز لو. الماريز لو يعني نقدر نقول باختصار يعني انه الهارت ريت بيتناسب عكسيا مع البلاد بريشر، لكن في الدايركشن ده بس، يعني زياده البلاد بريشر عن طريق البايرو ريسبتورز بيحصل ريفلكس انهيبيشن للبريشر اريا، وبالتالي يحصل انهيبيشن يعني او سلوينج اوف ذا هارت، يحصل ديكريز في الهارت ريت، لكن العكس ما بيحصلش. يعني ما اقدرش اقول ان الهارت ريت لما يقل يبقى الارتيريال بريشر اون ذا اذر هاند هيزيد،
الواقع انه لما الهارت ريت بيقل الكارديك اوتبوت بيقل وبالتالي الارتيريال بلاد بريشر بيقل. فما نقدرش نقول ان القاعده تنطبق توتالي ان بوث دايركشنز، ما اقدرش اقول ان هو الارتيريال بلاد بريشر يقلل الهارت ريت اند فايس فيرسا، ات ويل نوت ابلاي. تمام، ده كده بالنسبه للميريز لو وعلاقتها بالارتيريال بارو ريسبتورز. تاني مجموعه عندي من الريسبتورز اللي في الكارديوفاسكولار سيستم هم الاتريال ريسبتورز او اللي بنسميهم الفوليوم ريسبتورز. يهمني قوي التسميات دي يا جماعه، يهمني جدا، لان دي هتتاثر تاثير مباشر بالبلاد فوليوم. موجوده فين الاتريال ريسبتورز؟ من اسمها موجوده في الوول اوف ذا اتريا، بس فين بقى؟ هي فوليوم جايه يعني بتبقى اقرب للبلاد فوليوم، الفينس ريتيرن، الفينز، كاباسيتانس فيسلز اللي هم بيشيلوا فوليوم اوف بلاد كتير ويوصلوه للهارت. فهي anyway هي الاتريال ريسبتورز اكتر بتتمركز حوالين الاوبننج بتاعه البيج فينز جوه الاتريا، يعني بتبقى في الوول بتاع الاتريوم عند الاوبننج، عند الفينس اوبننجز، وكمان موجوده في البيج ثراسيك فينز. كل الثراسيك فينز الكبيره اللي موجوده في الثوركس هنلاقي فيها الريسبتورز دي، الفوليوم ريسبتورز دي. تمام، بس هي متسميه مينلي على الاتريوم، الريسبتورز اللي موجوده في الاتريوم فتسمت اتريال ريسبتورز. ويهمني قوي زي ما اتفقنا ان الارتيريال بار ريسبتورز اسمها بريشر ريسبتورز، هنا بنقول ان دي فوليوم ريسبتورز. دول الكونكشن بتاعهم للفيجاس كرينيال نيرف نمبر 10. الاتريال ريسبتورز الاستيمولس بتاعها rise of CVP central venous pressure due to increased venous return. يبقى احنا كده في دم واصل كتير للقلب، الفينس ريتيرن واصل كتير، السنترال فينس بريشر ده كانه يعني المؤشر اللي بيقول لي الضغط جوه الاتريوم اخباره ايه. وبالتالي انا اقدر اقول ان البلاد فوليوم زاد وبالتالي البريشر بيزيد معايا. هو الميكانو ريسبتورز دي بتفهمها كده، تفهم ان كده البلاد فوليوم بدا يزيد وده ليه تبعاته على البلاد بريشر. فبالتالي هنلاقي ان هي هدفها انها تريجليت السي في بي وتكنترول الكارديك اوتبوت. بتعمل ايه الاتريال ريسبتورز؟ خلينا ندي نموذج كده انه الرايز ان سي في بي او حصل رايز ان سي في بي، يعني مثلا سي في شخص ما حصل عنده بدا يزيد عنده الفينس ريتيرن والسنترال فينس بريشر بدا يزيد معانا. المفروض انها بتعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان هي بتفهم انه زياده الفينس ريتيرن معناها زياده بلاد فوليوم معناها زياده ارتيريال بلاد بريشر، بتاخد المنظومه بهذا الشكل. يبقى المعلومه واصله لها او الانتربريتيشن بتاع الرساله دي عند البرين، مش هي شخصيا، يعني هي لما هتوصل الرساله للكارديوفاسكولار سنترز الرساله هتتفهم انه في بلاد فوليوم زياده وفي فلو زياده ومعناها ارتيريال بلاد بريشر بيميل للارتفاع. يبقى في الحاله دي مفترض زي ما اتفقنا ان احنا البرين او السنترز هتتدخل بآليه كده بحيث ان الضغط ما يزيدش ارتفاعه. يبقى اول حاجه هتحصل يحصل انهيبيشن للفازو كونستريكشن، معناها كاننا بنقول هيحصل فازو دايليتيشن. نرجع تاني لنفس السيناريو اللي احنا متفقين عليه، انا عندي الفازو كونستريكشن او الفازو دايليتيشن بتحصل على مستوى الارتري والفين، الارتريول تحديدا. اتفقنا ان الارتريول الفازو كونستريكشن يعني زياده توتال بريفيرال ريزيستنس، وبالتالي الفازو دايليتيشن اللي بيحصل هنا معناها انخفاض او تقليل من التوتال بريفيرال ريزيستنس. والفينز نفس الفكره، هو مش كان الفينس ريتيرن زياده فاحنا هنعمل فازو دايليتيشن في الفينز فيقل الفينس ريتيرن وبالتالي يقل الكاردييك اوتبوت. كل ده كهوميوستاتيك ميكانيزم، هو اللي بيحصل ده مش عشان خاطر الاتريال ريسبتورز عايزه الضغط ينزل خالص، هي الاتريال ميكانيكال ريسبتورز بعت الرساله دي للبرين والبرين كده بينتربريت المعلومه او السنترز بتنتربريت المعلومه على انه خلاص احنا كده الضغط بيميل للارتفاع. وزي ما اتفقنا ان الكارديوفاسكولار سنترز ما بتستناش ان الضغط يرتفع. النورمال فيسيولوجي بتاعنا ان احنا بنحاول ان احنا البلاد بريشر يبقى ويذن النورمال فاليوز، وبالتالي يبقى مش هينفع نستنى لما يرتفع ونبتدي نتدخل. فمن مجرد مؤشرات الاوليه بيبتدي التدخل من البريسر والديبريسر اريا وتحت تاثير المؤثرات دي عشان نشوف يعني ازاي البلاد بريشر يتظبط معانا في الاطار الصح. ايه تاني ممكن يحصل؟ زي ما حصل انهيبيشن للفازو كونستريكشن
ممكن يحصل انهبيشن للكاردياك ستيميلاتري، اخو الفازوكونستريكتور. تمام، واحنا عارفين انه السنترز دي بيتعمل لها زي ريسيبريكال انرفيشن، يعني الاستيمولس اللي يعمل ستيميليشن للكاردياك انهبيتوري سنتر بالتبعيه هينهبت الكاردياك ستيميلاتري والعكس صحيح. فبالتالي هما الاثنين مع بعض، واحد منهم هيحصل له انهبيشن والتاني هيحصل له ستيميليشن. الكاردياك ستيميلاتري سنتر هو كمان هيحصل له انهبيشن، لان احنا متفقين ان المشهد واصل ازاي، انه البلاد بريشر يميل للارتفاع. يبقى الميثودز خلصنا، خلاص الميثودز اللي بتشتغل على البلاد فيسل، نشتغل بقى على الهارت. الهارت يشتغل عليه الكاردياك انهبيتري سنتر ازاي، انهبيشن اوف هارت ريت، وكمان يعني بصوره غير مباشره برضو هيتسبب في ان الفورس اوف كونتراكشن هتبتدي تقل. هو لما كانت الفنتريكل الستروك فوليوم تحت تاثير البريسر اريا كان بامكانه يبقى الليفل بتاع الستروك فوليوم عند نسبه معينه، لما بعمل انهبيشن لده بشيل الاستيميلاتري افكت بتاع البريسر اريا، وبالتالي الفورس اوف كونتراكشن ممكن تقل معايا. تمام، يبقى الكاردياك اوتبوت اللي هو حاصل ضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم هيقل معايا. في ميكانيزم ثالث بقى بيحصل من الاتريال ريسبتورز وعايزين نعرفه كويس قوي ونهتم بيه، لانه هيتكرر معانا تاني ويتكرر تاني ان شاء الله في الشق. فالميكانيزم بيقول كالاتي، انه اوريدي الاتريال ريسبتورز الامبلس بتاعها بيعمل انهبيشن للريليز اوف اي دي اتش اللي هو الانتي دايريتك هرمون، وبيعمل انهبيشن للسكريشن او بيقلل السكريشن بتاع الالدوستيرون. الاي دي اتش من اسمه الانتي دايريتك هرمون او الفازوبريسن. الانتي دايريتك هرمون ده بيعمل حاجتين، هرمون بيمنع ادرار البول، يعني بيخلي الجسم يحتفظ بالصولت وبالميه، فهدفه انه لو بلاد فوليوم قل هو يحاول يحوش ميه في الجسم على قد ما يقدر، يمنع فقد الميه في صوره ميه مفقوده في اليورين، لا بيحاول يقلل الميه اللي بتفرز في اليورين. ده كده الاي دي اتش كفانكشن، والفانكشن الثاني ان هو فازوبريسن، يعني ان هو بيعمل فازوكونستريكتور ايفكت وبيعلي الضغط. فالمهم انه الاي دي اتش في سكه انه يرفع الضغط. تمام، فالاتريال ريسبتورز سنسنج انه البلاد فوليوم زياده، السي في بي زياده، الفينس ريتيرن زياده، الدم اللي وارد على القلب زياده، وبالتالي يبقى السكه دي في سكه ارتفاع ضغط، يبقى خلاص هتحاول الامبلس بتاعها زي ما بيعمل انهبيشن للبريسر اريا في الكارديو فاسكولار سنترز، هو كمان بيعمل انهبيشن للانتي دايريتك هرمون سكريشن. صديق الانتي دايريتك هرمون في موضوع الووتر والسولت اكسكريشن اللي هو الالدوستيرون. فالالدوستيرون يعني بيعمل يعني شغلانه شبيهه بالاي دي اتش على الكدني. الخلاصه في الاخر ان هو بس هو طبعا مش مينلي دايركتد للميه زي الاي دي اتش. الالدوستيرون بيأثر اكتر على افراز الصوديوم، وبيفرق معايا في موضوع الصوديوم دي ابزوربشن وكده. المهم انه في الاخر احنا لو حصل انهبيشن للالدوستيرون او لو حصل انهبيشن للاي دي اتش، وهما الاثنين بيحصل لهم انهبيشن في within منظومه استيميليشن اوف اتريال ريسبتور، ينتج عن ده ان الووتر والسولت يزيد افرازهم في اليورين، لان هما دولت الاثنين الهرمونين دول هما الفرامل يعتبروا لافراز الصوديوم وافراز الميه في اليورين. فلما يقلوا يبقى الكليه بتخلص من صوديوم كتير ومن ميه كتير، ده معناها ان احنا بالتبعيه كل الميه اللي بتفقد وكل السولت اللي بيفقد ده بيفقد منين؟ بيفقد من البلازما. يبقى حجم البلازما تدريجيا بيقل، وبالتالي كميه الدم نفسها البلاد فوليوم ككل اقل. قللنا الفوليوم يبقى بالتبعيه السنترال فينس بريشر هيقل معايا، لانه معتمد يعني بصوره مباشره على حجم الدم نفسه اللي موجود في منظومه الاوعيه الدمويه وفي منظومه الاتريوم وكده. فالسي في بي هيقل معايا، وبالتالي هيقل الفورس اوف كونتراكشن، يعني الفينس ريتيرن هيقل، وبالتالي الاستروك فوليوم والكارديك اوتبوت هيقل معايا، لانه دايما بيبقى فيه برضو نوع من العلاقه المباشره ما بين كميه الدم اللي رايح للقلب وكميه الدم اللي طالعه من القلب، اللي جاي للقلب واللي رايح. مفترض ان البالانس بيبقى على قد اللي جاي على قد اللي رايح، فهو كده يبقى الفينس ريتيرن لما هيقل معايا فالهارت هيبامب على قد اللي جاي له، فاللي جاي له هيبقى قليل، يبقى هو هيبامب قليل،
يبقى كده المفروض وصل للليفل المطلوب من الكنترول ميكانيزم بتاع الاتريال ريسبتورز. يبقى ده كده المجموعه الثانيه من الريسبتورز اللي هي موجوده في الكارديوفاسكولار سيستم. اتريال ريسبتورز موجوده في الاتريا، موجوده في البيج فينز في الثوركس، تستجيب للبلاد فوليوم، تستجيب للسي في بي او سنترال فينوس بريشر، وتحديدا يعني اهم فاكتور فيها اللي هو الفينوس ريتيرن الزياده. وبتفهم ده على انه كده في ان البلد بريشر يميل للارتفاع، وبالتالي الامفاسيس بتاعتها بتبقى انهبيتوري في المقام الاول، ومش بس على مستوى الكارديوفاسكولار سنتر، ده كمان بتشتغل على مستوى الانتي دايوريتيك هرمون وعلى مستوى الالدوستيرون، فبتزود الاكسكريشن اوف صوديوم اند ووتر ان يورين، بتقلل حجم البلد. يبقى ده تاثير يعني على قد الفعل ادت رد فعل. تمام كده. ثالث مجموعه عندي هي المجموعه اللي اسمها البريفيرال كيمو ريسبتورز. موجودين فين يا جماعه؟ موجودين برضو في الاورطه في الكاروتيد، بس موجودين في حاجه اسمها الاورتيك بادز في الارش اوف ذا اورطه، وموجوده في الكاروتيد بادز مش كاروتيد ساينس. كاروتيد بادز هم قريبين جدا من الكاروتيد ساينس بس مش نفس المكان. الكاروتيد بادي موجود برضو في البايفركيشن اوف كومن كاروتيد، يبقى هو قريب جدا من البارو ريسبتورز، فيعني ممكن نقول ان هم يعني يعتبروا جران، ويعتبروا في منطقه المفروض انها فيري ريتش ان بلاد سبلاي. البريفيرال كيمو ريسبتورز زي ما اتفقنا ودرسناها في الريسبيريشن، الافرنس بتاعتها بتبقى جلوسفارينجيال وفيجس حسب مكانها. لو هي اورتك تبقى فيجس، ولو كاروتيد هتبقى الافرنس بتاعها جلوسفارينجيال. هي البريفيرال كيمو ريسبتورز بتبقى ستيميليتد مينلي باي هايبوكسيا، وده كلام يعني اللي احنا عارفينه من الريسبيراتوري سيستم، ان هي اصلا بيوصل لها بلاد فلو عالي جدا 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 لدرجه ان هي بتاكستراكت من الاكسجين ديسولفد ان فيزيكال سوليوشن، ما بتعتمدش على الاكسجين بتاع الهيموجلوبين. وبالتالي هي تتاثر في الحاله دي بقى، هتتاثر تاثير مباشر لو البلاد فلو بتاعها قل. هي بتاخد بلاد فلو عالي جدا، البلاد فلو لو قل هيقل معاها بصوره مباشره السبلاي بتاع الاكسجين بتاعها. فالبلاد بريشر لو قل معايا ل ليفل مثلا 40 to 60 ملم مركري زي ما هو موجود كده، الفيري لو يعني احنا كده، او البلاد بريشر المفروض ان احنا 60 ل 40 ل 60 ده رقم قليل، لا يعني دي حاله هايبوتنشن. في حاله الهايبوتنشن يعني معناها البلاد فلو بدا يقل في الجسم كله بما فيها الكيمو ريسبتور، فالكيمو ريسبتور هتبتدي يحصل لها ستيميليشن. مش بس كده، هي برضو ان اديشن زي ما احنا متفقين ان الكيمو ريسبتور برضو بتتاثر بالهايبر كابنيا بارتفاع الكربون دايكسايد او بارتفاع الاتشات اللي هي الاسيدوزيس. تمام، كل دي ستيمولاي بتخلي الكيمو ريسبتورز تشتغل. هي بقى لما تشتغل بتعمل ايه؟ هي مفترض ان هي بتتاثر بالهايبوكسيا، يعني هي الستيمولس بتاعها هنا في الحاله دي هايبوكسيا وناتج عن نقص البلاد فلو، يبقى هي هدفها انها تشجع ان البلد بريشر يرجع تاني. يعني دي بتستجيب لحاله الهايبوكسيا او حاله الهايبوتنشن اللي هو بيتسبب لها هي في الهايبوكسيا، وبالتالي تبعت يعني امبلسز او محفزات للبريسر اريا وتنهبت، تعمل انهبيشن للبريسر اريا لانها في الاخر عايزه ترفع البلد بريشر للقيمه اللي اتحقق لها البرفيوجن المطلوب ليها. تمام كده بالنسبه للجزئيه الاولانيه. وتعالوا نشوف كده حاجه يعني ظاهره سبحان الله هنلاقيها موجوده ناتجه عن الاكتيفيتي بتاعه الكيمو ريسبتورز، البريفيرال كيمو ريسبتورز، حاجه اسمها المايرز ويف اللي هي سايكليك ريجولر الترايشنز او اوسيليشنز في الارتيريال بلد بريشر اثناء الهايبوتنشن. يعني شخص مثلا نفترض ان شخص عنده نزيف، فبدا عنده الارتيريال بلد بريشر من نقطه البدايه عندي ان هو لو ارتيريال بلد بريشر، يبتدي يحصل هايبوكسيا على مستوى الكيمو ريسبتورز البريفيرال كيمو ريسبتورز، تبتدي تبعت امبلسز لزياده الارتيريال بلاد بريشر زي ما اتفقنا، ستيميليت البريسر اريا اند انهبيت الديبريسر اريا، يبتدي البلاد بريشر واحده واحده يرفع معايا، نبتدي يحصل ايه؟ يحصل ريليز اوف انهبيشن، لانه مجرد ما بفضل يعني البلاد بريشر او البريسر اريا بدا يحصل لها ريليز من الانهيبيشن، بدات تشتغل الارتيريال بلاد بريشر بدا يعلى، ابتدى يحصل ان الكيمو ريسبتورز بدات تستقبل البلاد اللي جاي لها، ويحصل لها خلاص قصه الهايبوكسيا اللي عندها دي اختفت، فتبطل تبعت امبلسز
فتبتدي البريسور اريا نشاطها يبتدي يقل تاني تدريجيا، فيبتدي الشخص ده يحصل له ان البلود بريشر يبتدي ينزل تاني و and so on new cycle starts. يبقى هو القصه كلها ايه؟ انه عمال البلود بريشر بتاعه يقل ويزيد ويقل ويزيد، لانه في الحاله دي هو اوريدي ان هايبوتنشن، هو اوريدي عنده نزيف والبلود فوليوم بتاعه قليل. البلود بريشر بينزل، الكيمو ريسبتورز تتاثر، تبتدي تحفز البريسر اريا، البريسر اريا ترفع الضغط شويه، فارتفاع الضغط ده يخلي الكيمو ريسبتورز بقت خلاص ساتسفايد بليفل الاكسجين اللي جاي لها، فتبطل تبعت امبلسز تحفيزيه للبريسر اريا، فتكون النتيجه ان البريسر اريا تبتدي تاني نشاطها يقل، فيبتدي تاني الارتيري بلاد بريشر ينزل معايا، فنرجع تاني للسايكل من اول وجديد. دي اللي بنسميها المايرز ويفز، ان الارتيري بلاد بريشر يفضل طالع نازل طالع نازل في العيان ده، وده اللي بيبقى ملاحظ ليه، وده تأثير البريفيرال كيمو ريسبتور. هيتبقى عندنا حاجتين يعتبروا شبه بعض فعلا، حاجة اسمها الليفت فنتريكولار ريسبتورز وحاجة اسمها البالمونري ريسبتورز. نبدأ بالليفت فنتريكولار ريسبتورز. الحدوتة بتبتدي بأنه في considerable ventricular distension، يعني الحجم الفنتريكل أو حجم الدم اللي في الفنتريكل زاد بزيادة ملحوظة، بزيادة معتبرة. يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل سيميليشن لمجموعه من الميكانو ريسبتورز في الوول. ميكانو ريسبتورز اتفقنا ان الريسبتور بيتسمى على اسم الستيمولس بتاعه، يبقى ميكانو يعني ميكانيكال، يبقى ده ريسبتور بيستجيب للستريتشنج اللي هيحصل في الوول. حصل كده ان الوول حس ان البلاد فوليوم زياده، تمام؟ فهو مفترض ان هو هيبامب الكميه اللي جايه له، لكن هو اللي نقدر نعمله بقى في الحاله دي ان احنا مش هنقدر نرجع الدم تاني زي ما جه، بس احنا ممكن نعمل ايه؟ يحصل ريفلكس سلوينج اوف هارت ريت، هنقلل هيقل الهارت ريت. هو ده الريفلكس اللي موجود هنا، انه هيبعت امبلس، الامبلس دي هتعمل انهبيشن للهارت ريت، يبقى الهارت ريت هيقل، وبالتالي الارتيريال بلد بريشر مش هيزيد او ممكن يقل شويه كمان لما يكون الهارت نفسه حصل ديستنشن الفنتريكل بصوره معتبره بجد. ده معناها انه فعلا البلاد فوليوم زاد زياده ملحوظه يعني، وبالتالي التصرف الحكيم في اللحظه دي انه الهارت ريت يقل عشان يبالانس الزياده اللي حاصله في الستراك فوليوم. تمام، ده كده جزئيه الليفت فنتريكولار ريسبتور. وشبهها بالظبط حاجه اسمها البالمونري ريسبتور. البالمونري ريسبتور دي موجوده فين؟ في البالمونري فيسلز، منظومة البالمونري سيركيليشن. برضو لو حصل ديستنشن في البالمونري فيسلز، ده معناها انه برضو حجم الدم زيادة، وانه ده ممكن يمثل عبء على منظومة البالمونري سيركيليشن وعلى السيركيليشن بصفة عامة. وبالتالي لما يحصل ديستنشن للبالمونري فيسلز برضو بينتج عنها ريفلكس برادي نفس اللي فاتت، نفس الستوري اللي فاتت بالظبط، لان ده نتيجته في الاخر يعمل سيستميك هايبوتنشن او يقلل الضغط. تمام، يبقى احنا كده هنا دول كده مجموعه الريسبتورز اللي احنا اتعاملنا معاهم في الكارديو باسكولار سيستم. ارتيريال بار ريسبتورز، عندنا اتريال فوليوم ريسبتورز، بريفرال كيمو ريسبتورز، ليفت فنتريكولار ريسبتورز، اند بالمونري ريسبتورز. كلهم الافرنس بتاعتهم كلهم بتعمل انهبيشن للبريسر اريا، ما عدا الافرنس اللي جايه من البريفرال كيمو ريسبتورز هي الوحيده اللي بتعمل ستيميليشن، وده لاحظناه. الارتيريال بارو بتبعت انهبيتري، الاتريال ستريتش ريسبتورز او الفوليوم ريسبتورز بتبعت برضو انهبيتري، الليفت فنتريكولار ريسبتورز بتعمل انهبيشن برضو، والبالمونري ريسبتورز برضو بتعمل انهبيشن. الوحيده اللي هي لما بتبقى ستيميليتد هي ستيميليتد عشان هي الستيميلس بتاعها هايبوكسيا، فلما تحس الهايبوكسيا يبقى لازم الامبلس بتاعها يبقى ستيميلاتري للبريسر اريا، ما ينفعش يبقى انهبيتري. تمام كده، يبقى نفتكر مع بعض كده، احنا الارتيريال بلد بريشر ريجيليشن، نيرفس، كابيلري فلويد شيفت، اند رينال. واحنا بدانا منظومه النيرفس ريجيليشن. النيرفس ريجيليشن اللي هي مبنيه على كارديو فاسكولار سنترز او على بريسر بريسر ارياز، وبيوصل لهم رسائل من ريسبتورز في اماكن مختلفه. اول واحد منهم اللي هم الريسبتورز وذين الكارديو فاسكولار سيستم اللي احنا خلصناهم الخمسه اللي احنا قلناهم، ودلوقتي بندخل في الامبلسز اللي بتجيلها من الهاير سنترز. عندنا مكانين، عندنا السيريبرال كورتكس وعندنا الهايبوثالاموس. السيريبرال كورتكس
هو والهايبوثالاموس في يعني نوع من التعاون ما بينهم، لدرجة انه الامبلسز اللي بتوصل للسريبرال من السريبرال كورتكس للميدالري كارديو فاسكولار سنترز بتمر عن طريق الهايبوثالاموس، وده بيبقى شيء مفيد في الاستعداد للاكسرسايز، انه ممكن الشخص ده كده كده في حالة الاكسرسايز بنبقى محتاجين نزود البلاد فلو، بنبقى محتاجين شوية البلاد بريشر يعلى شوية، هارت ريت يزيد شوية، فممكن الامبلسز دي كلها تتسبب انه الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر يبتدوا يعلوا شوية قبل حتى ما الشخص يبدأ الاكسرسايز. والمنظومة دي هنلاقيها في الهايبوثالاموس، يعني بمساعدة الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس مسؤولة عن زيادات الارتيريال بلاد بريشر اللي ممكن تحصل في حالات زي الايموشن، وزي ما قلنا في الاكسرسايز لمساعدة الامبلسز بتاعة السريبرال كورتكس، تمام. وبتعمل كمان vascular changes بما انها جواها الهيت ريجليتنج سنتر، فهي مسؤولة عن بعض التغيرات اللي ممكن تصاحب تغيرات الحرارة، يعني البادي تمبريتشر. لو احنا في هوت ويذر والبادي تمبريتشر تميل ان هي تعلى، فكنا عارفين انه في انتي رايز ميكانيزم معروف ان يحصل فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن ده بيبقى تحت تأثير الهايبوثالاموس، والعكس صحيح، مع الكولد ويذر ممكن يحصل فازو كونستريكشن. كل دي ايفكتس من الهايبوثالاموس ممكن تأثر على الكارديوفاسكولار سنتر. يبقى احنا اللي احنا بنقوله دلوقتي هي الامبلسز اللي ممكن تيجي من مكان صحيح جوه السي ان اس، صحيح في البرين، ولكن بره منظومه الكارديوفاسكولار سنتر، يعني مش جزء من من السنتر نفسه، لا جزء من البريسور ولا جزء من الديبريسور، ده هو مكان يعتبر هاير ان ذا ليفل عن المظله، عن السنترز اللي في المظله، فليه نوعا ما شيء من الكنترول عليها الى يعني الى حد ما، زي الموديفيكيشن بتاع الفانكشن في حاله الاكسرسايز، في حاله الايموشن، في حاله ان الويذر يبقى هوت او كولد. كل دي تدخلات تظل هي المايسترو، تظل البريسور ديبريسور اريا هما اللي بيعملوا الكنترول بناء على معلومات من الجسم كله، ولكن نوعا ما ممكن to be modified برضو بالهاير سنتر impulses. المجموعة الثالثة من الافرنت impulses اللي ممكن تبعت معلومات او رسائل للكارديوفاسكولار سنترز اللي في المظلة، مجموعة impulses افرنت impulses بتيجي من peripheral sensory nerve. خلينا ندي نماذج. اول حاجه نموذج البين. البين ليه نوعين، نوع اسمه كيتينيس، الكيتينيس بين اللي بيبقى شارب بين اكيوت بين في الغالب، وده بيصاحبه تغيرات في اتجاه ستيمولاتوري ايفكت على الارتيريال بلاد بريشر، يعني يرفع، يبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم، يبقى فيه زياده في ضربات القلب او تاكي كارديا، ستيميليشن لادرينالين سيكريشن، يعتبر كان زي يعني كان ستريسفول كونديشن وسيمباثيتك كونديشن، تمام. على عكس الفيسرال بين، الفيسرال بين اللي هو بين جاي من مشاكل انفلاميشن اوفر ديستنشن، اي بين ليه علاقه بالاحشاء الداخليه او يعتبر حاجه ديب انترنال فيسرال بين، فده يصاحبه في الغالب يصاحبه هايبوتنشن، وممكن يوصل لمرحلة شوك كمان، مش زي الكيتينيس. الكيتينيس ممكن يؤدي إلى هايبرتنشن، هو ده طبيعة البين، طبيعة البين هنا غير هنا، تمام. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تموديفاي الارتيريال بلاد بريشر، يبقى الشخص ده ممكن يكون البلاد فوليوم مش متأثر، او يعني مش الفاكتورز الميجر بتاعت الكارديوفاسكولار هوميوستاسيس، بس هي الفكرة ان هو ده فاكتور تاني خالص اوتسايد الكارديوفاسكولار سيستم، حاجه خارجيه خالص عن السيستم ده، وممكن تتسبب في تغيرات في الارتيريال بلاد بريشر. المثال الثاني اللي عندي هو الاكسرسايز. احنا الاكسرسايز ذكرناه مع انه الشخص مع بدايه الاكسرسايز او قبل حتى بدايه الاكسرسايز ممكن السريبرال كورتكس بالامبلسز بتاعته بمساعده الهايبوثالاموس البلاد بريشر يبتدي يعلى. اكشولي مش بس كده، انه ممكن البروبريسبتورز اللي هي المستقبلات بتاعت البوزيشن سنس والسنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت اللي موجوده في التندنز بقى وكده، الحاجات دي بتسنس الحركه وبتسنس البوزيشن، فبتسنس ان في اكسرسايز وموفمنت وكده، فبتبعت امبلسز ستيمولاتوري امبلسز عشان تزود الهارت ريت والارتيريال بلد بريشر، من منطلق ان دي ايكوال على طول ان في اكسرسايز اون جوينج، تمام. والريفلكس ده اتسمى الم سميرك ريفلكس، تمام.
ده كده بالنسبة للأفرنت إمبلسز من بريفرال سنسوري نيرف. ونوصل للعنوان الأخير في الفاكتورز أو في الإمبلسز اللي بتأثر على الكارديوفاسكولار سنتر في منظومة النيرفس ريجوليشن أوف أرتيريال بلاد بريشر، وهي الإفكت أوف تشينجز إن بلاد جازز. إفكت أوف تشينجز إن بلاد جازز ليها طريقتين، البلاد جازز اللي هما الأكسجين أند كاربون دايكسايد، في طريقة دايركت اللي هي التأثير المباشر للهايبوكسيا والهايبركابنيا. بنقول انه الهايبوكسيا البسيطة والهايبركابنيا البسيطة، يعني في حدود المعقول، يعني في حدود مش عنيفة قوي، ده بيبقى ستيميلاتري لزيادة الارتيريال بلاد بريشر كنوع من تعويض الفرق في الاكسجين، انه ممكن لما نزود الارتيريال بلاد بريشر شوية يدي برفيوجن اعلى شوية للتيشوز، يمكن ده يعوض الفرق في الاكسجين القليل، تمام؟ لكن الشيء زاد عن حده هينقلب ضده. السيفير هايبوكسيا والسيفير هايبركابنيا على العكس تماما، دي هتأثر على الفانكشنز بتاعت السي ان اس، بتأثر على الجسم كله بما فيه السي ان اس بما فيه الريجيلاتوري ميكانيزم بتاع الارتيريال بلاد بريشر. تكون النتيجه انه السيفير هايبوكسيا بدايركت افكت ممكن تعمل هايبوتنشن، وقد يصل الامر الى الوفاه، انه دي احد الامور اللي ممكن تؤدي للوفاه في الحاله دي، انه السيفير هايبوكسيا فعلا شيء خطر، بتاثر على حاجات كتيره وبتاثر على السي ان اس وبتوقع ضغط الدم، بتخلي فيه سيفير هايبوتنشن. الميكانيزم الثاني بقى اللي هو الان دايركت، انه الهايبوكسيا مش مباشره بتاثر على الريجيلاتوري سنترز، لا ده بتاثر على البريفيرال كيمو ريسبتورز. اللي هو ايه الكلام ده؟ اللي هو لسه قايلينه من شويه، اللي احنا قلناه مع البريفيرال كيمو ريسبتور، اما قلنا انها بتستجيب مينلي للهايبوكسيا، وده بيتحقق لما يكون البلد بريشر قليل، لان البرفيوجن بتاعها بيقل جدا جدا جدا، وبالتالي بتبتدي تبعت ستيميلاتري امبلسز، وهي الوحيده اللي بتستيميليت يعتبر في الريسبتورز اللي جوه الكارديو فاسكولار سيستم، هي الوحيده اللي بتبقى ستيميلاتري للبريشر اريا عشان ترفع ضغط الدم شويه فتحسن البرفيوجن بتاعها شويه، وهي ممكن تبقى ستيميليتد الى حد ما بزياده الكربون دايكسايد او بزياده الاسيدوزس او زياده نسبه الاتش، تمام؟ دول كده changes in blood gases. يبقى ال blood gases oxygen hypoxia we mean hypoxia and hypercapnia تأثيرهم ازاي؟ يا اما direct تأثير مباشر للhypoxia والhypercapnia، لو mild بيرفع ضغط الدم، لو severe هيعمل hypotension وممكن death. ال indirect mechanism بيبقى عن طريق ال peripheral chemoreceptors، وده اللي هو المنظومة اللي قلناها ان الhypoxia هي المؤثر المباشر للchemoreceptors، وبالتالي هتعمل stimulation للpressure area، وممكن برضو تبقى stimulated بزيادة الكربون دايكسايد أو بزيادة الأسيديتي أو الأسيدوزس in blood. المنظومة الثانية بقى الـ intermediate mechanism اللي بتعمل أو بتساهم في regulation of arterial blood pressure، منظومة يعني جميلة جدا اسمها capillary fluid shift mechanism، دي الـ intermediate mechanism. اي كابيلاري في السيستميك كابيلاريز، الوصف اللي احنا او الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، المفروض ان دي كابيلاري، الارتيريال اند هي اللي فوق والفينس اند هي اللي تحت في الدياجرام اللي قدامنا، المفروض ان جوه في بلاد وبره في انترستيشيال فلويد، المفروض ان البلاد ده الار بي سيز شايله اكسجين، في بلازما جواها نيوتريانتس، يعني في مجموعه حاجات محتاجه تخرج للخلايا بره، وفي حاجات من الخلايا محتاجة ترجع للدم، والمفروض ان في بالانس، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا انه الكابيلاريز باستمرار الفلويدز جوه وبره بيحكمها مجموعة من القوة، مجموعة من القوة بيشملوا حاجة اسمها هيدروستاتيك بريشر اللي هو البريشر اللي بيزق الفلويد في الاتجاه التاني، وحاجة اسمها اوزموتيك بريشر اللي هو بيسحب الفلويد على نفسه كده، يشفطه او يشتغل كمغناطيس ميه، ويعني او مغناطيس للفلويد ده. والهيدروستاتيك بريشر والاوزموتيك بريشر بيبقى تعمل حسابهم جوه وبره، تمام؟ باختصار شديد عشان يعني مش ده التوبيك دلوقتي، بس هو باختصار شديد ان القوه المسؤوله عن حركه الفلويد ناحيه الارتيريال اند، الارتيريال اند بيبقى البريشر فيها لسه عالي، فالهيدروستاتيك بريشر بيبقى له باور اعلى، وبالتالي بيبقى قادر انه يزق الفلويد بره الكابيلاري بعمليه اسمها الفلتريشن. يبقى ناحيه الارتيريال اند بيحكمني منظومه الفلتريشن، تمام؟
انما ناحيه دي كده الفلتريشن اهي الاتجاه ده اللي من البلاد فيسل لبره من الكابيلاري لبره. واحده واحده بيبتدي الهيدروستاتيك بريشر يقل لان في فلويد ابتدى يطلع، ابتدت الطاقه العاليه بتاعه البريشر اللي داخلين بيها في الكابيلاري بتبتدي تقل واحده واحده. فمع الوقت بيبتدي الاوزموتيك بريشر اللي جاي من بلازما بروتينز جوه الكابيلاري يبتدي يبقى له القوه الكافيه انه يتغلب على القوه اللي بتزق الفلويد، تمام؟ يعني يبقى اعلى من الهيدروستاتيك بريشر. فالفلويد هنا هو ملوش دعوه، ملوش عينين يشوف، هو كل ما هنالك انه الاوزموتيك بريشر هنا بقى قادر انه يسحب الفلويد اكتر من معدل خروج الفلويد باي فلتريشن. يعني نقدر نقول ان الفلتريشن بيحصل بقوه بقوه وبعدين يبتدي يقل واحده 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 لغايه قرب الفينس اند، بنحس ان الفلتريشن تقريبا يعني بيبقى خلاص تقريبا مش موجود. والاوزموتيك بريشر وقدرته على انه يعمل ري ابزوربشن بتبقى بسيطه جدا في الاول، لان هو يعني هيسحب شويه قصادهم هيخرج كتير كتير. يعني هو الفلتريشن بيتفوق تماما ناحيه الارتيريال اند، يعني ناحيه الفينس اند كل ما نقرب على الفينس اند بيبقى قدره البروتينز انها تسحب الفلويدز بالاوسموزس بتبقى اعلى بكتير، وبالتالي بروسيس الري ابزوربشن بيبقى اكتر. ذن يبقى نقدر نستنتج ان احنا وذن اطار البلاد بريشر الطبيعي اللي بيكرييت هيدروستاتيك بريشر بالنسبه الطبيعيه بتاعتنا المفروض بيبقى فيه بالانس ما بين provided ان كل الفاكتورز التانية نورمال برضو ان النورمال physiological values، هنلاقي ان المفروض ان الهيدروستاتيك باور اللي بيبقى ناحية الارتيريال اند بيبقى مساوي للاوزموتيك باور ناحية الفينس اند، او نقدر نقول بصورة more scientific ان الفورسز that tend to push fluid outside by filtration هتساوي الفورسز اللي هي بتند to get the fluid back into the capillaries by reabsorption. يبقى الفلتريشن في الاخر محصلته قد الري ابزوربشن، بمعنى انه كميه الفلويد اللي خرجت من الكابيلاري هترجع تاني. يعني بيبقى في بالانس ما بين الفلتريشن اند ري ابزوربشن، وهو ده اللي بيبقى يعني بيحقق التوازن ما بين الانترافاسكولر والاكسترا سيلولر فلويد فوليوم. تمام كده؟ نيجي للجزئيه بتاعه الكابيلاري فلويد شيفت. هنلاقي انه النموذج اللي قدامنا اهو ان البلاد فوليوم فرضنا ان هو زياده، او يعني في زياده في الارتيريال بلاد بريشر ناتجه مينلي عن بلاد فوليوم زياده، ان الجسم ده بيميل ان هو يعبي ميه زياده، او الشخص ده بياخد ادويه معينه بتؤدي الى ان السولت والووتر في جسمه بيعلو شويه، او بيعاني من مشكله ما مخليه البلاد فوليوم عنده كتير شويه. يعني المشكله لما تبقى مينلي في هذا الاتجاه، او يعني لو البلاد بريشر عالي، خلينا بنقول الكلام باسلوب تاني، لو البلاد بريشر عالي وخصوصا لو سبب العلو مرتبط بزياده بلاد فوليوم، النتيجه تكون انه الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري هيعلى. احنا متفقين ان الهيدروستاتيك بريشر متصل يعني او ليه علاقه مباشره بالبلاد بريشر، بالبرفيوزنج بريشر اللي داخل جوه الكابيلاري. الدم داخل الكابيلاري باور شكلها ايه؟ الباور اللي داخل بيها الدم دي ليها دور كبير في الهيدروستاتيك بريشر اللي بيبقى جوه الكابيلاري. تمام؟ فالبلاد المفروض ان احنا هيبقى داخل بالاتجاه ده بقوه اعلى شويه من الطبيعي، فمفترض ان هو هيبتدي الفلويد يطلع بره الكابيلاري باي فلتريشن. تمام؟ الفلتريشن يا ترى هيبقى في المعدل العادي بتاعنا؟ لا، هو في الحاله دي الفلتريشن المفروض، وخصوصا احنا بنتكلم على انترميديت ميكانيزم، يعني مش الحاجه اللي هي اول اوف سادن هتحصل، ده موضوع بقاله يعني بقاله شويه، يعني خلاص بقى ايام ويعني ومتعايشين مع السيستم ده، فهنبتدي نلاحظ انه باستمرار في تراكم للفلويد بره. تمام؟ الفلويد يميل اكتر انه يبقى فلترد. ما بيتعملوش ري ابزوربشن؟ لا طبعا بيتعملوا ري ابزوربشن، هي القصه مش في ان هو ما بيحصلوش ري ابزوربشن، هي بس الفكره ان انا في الحاله دي انا زودت الهيدروستاتيك بريشر لكن ستيل الاوزموتيك بريشر وزين الفاليوز اللي معقوله، يعني وزين نفس النورمال فاليوز، نفس الكونسنتريشن بتاع البلازما بروتينز هو هو، ونفس الاوزموتيك باور هي هي، بروفايدد ان كل الكونديشنز يعني ما اتغيرتش، والشخص ده هو هو، تركيبه دمه هي هي، وتركيبه البلازما بروتينز هي هي، يبقى قدرته يعني الباور فور اسموزس في البلاد هي هي، يبقى ساعتها الهيدروستاتيك بريشر زاد لكن الاوزموتيك بريشر زي ما هو، وبالتالي الكابيلاري دي هتميل انها تبقى طول الوقت فلترنج اماونت زياده شويه عن الاماونت اللي بتبقى ري ابزورب.
فيبتدي يحصل واحدة واحدة جراديوال شيفت للفلويد ناحية بره، ناحية اكسترا سيلولار فلويد او اكسترا سيلولار كومبارتمنت شوية ناحية الانترستيشيال، سوري ده الادق يعني، يعني ناحية الانترستيشيال فلويد شوية اللي هو الاكسترا فاسكولار. تمام؟ ليه؟ لان معدل الفلتريشن هيبقى ساعتها عالي شوية. طب القصة دي هتفيدني في ايه كارتيريال بلاد بريشر؟ هقول لك ان البلاد فوليوم من الحاجات اللي بتأثر تأثير مباشر في معادلة الارتيريال بلاد بريشر، لانه هيزود لي حاجه اسمها ستروك فوليوم. يبقى احنا في الاخر لما البلاد فوليوم بيزيد، فينس ريتيرن يزيد، كارديك اوتبوت يزيد، كل حاجه في زياده في زياده في زياده، هنقلل السايكل دي ازاي؟ بانه واحده واحده من احد الميكانيزم اللي ممكن تشتغل في الحاله دي انه الكابيلاريز واحده واحده اوتوماتيك كده الميه بتطلع منها، بتتحرك منها شويه ميه اكسترا بيتحركوا من الكابيلاري ويطلعوا بره في الانترستيشال سبيس، وبالتالي يبقى احنا واحده واحده جراديولي بنقلل حجم البلازما او حجم البلد، وبالتالي نقلل فينس ريتيرن، نقلل كاردييك اوتبوت اند ارتيريال بلاد بريشر. تمام؟ يعني احنا كان احنا زحزحنا شويه، يعني شويه ميه شويه من البلد فيسل طلعناهم لبره. دي تعتبر يعني ميكانيزم مش سريع قوي زي النيرفس، ومش محتاج يعني خطوات كتير كتير زي الرينال مثلا والرينال انجيوتنسن والحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. هو يعتبر يعني as simple as such، ويعني يعني بهذه البساطه وبهذه الكيفيه بتبقى الدنيا سهل ان انا ماشيها في اتجاه فلتريشن سهل. بعد كده لو الارتيريال بلاد بريشر برضو قل شويه ممكن يحصل شيفت بصوره اخرى، حالات الديهايدريشن، حالات كذا. المهم ان احنا في الاخر في امور كتيره بتحكم المنظومه دي، بس هو الموضوع as simple as such، والكابيلاريز بالطريقه دي بتساهم معايا في الريجيليشن. ونوصل بقى للرول اوف ذا كيدني اللي هو slow mechanism او long term mechanism for regulation of arterial blood pressure. الكيدني بتريجيليت الارتيريال بلاد بريشر mainly عن طريق regulation of extracellular fluid volume. هل نفترض انه في حاجة اسمها نزيف حصلت للشخص، الشخص ده حصل له دروب في الارتيريال بلود بريشر بسبب نزيف، بسبب يعني هايبوتنشن جامد جدا، القصة دي بينتج عنها حاجة اسمها رينال اسكيميا. تمام؟ ففي حاجتين بيحصلوا في الحالة دي، يا اما يحصل انه نقص الارتيريال بلود بريشر يشتغل على مستوى الاتريال ميكانو ريسبتورز، يا اما يشتغل على الكيدني مباشره عن طريق ميكانيزم اسمه رينين انجيوتنسين ميكانيزم. يبقى الكيدني هتريجليت او هتساهم في ريجليشن عن طريق حاجتين، يا اما بصوره مباشره او بتدخل مباشر منها عن طريق الرينين انجيوتنسين سيستم، او بصوره غير مباشره ان هي هتبقى الوسيط في وظيفه الاتريال ميكانو ريسبتور. خلينا نشوف الاتريال ميكانو ريسبتور هتريجليت مع الكيدني ازاي. اول حاجه هنفترض السيناريو اللي احنا قلناه ان احنا ان البلاد فوليوم قليل وليكن بسبب نزيف مثلا، هيبتدي يقل حاجه اسمها السنترال فينس بريشر او السي في بي اللي معتمد برضو او ليه صله مباشره بحجم الدم اللي موجود في الفينز او اللي رايح للهارت. هيبتدي يقل حاجه اسمها اتريال ميكانو ريسبتور ديسشارج. لو نفتكر مع بعض الميكانو ريسبتور كان شغلها ايه، انها لما تحس بستريتشنج او ان بلاد فوليوم زياده تبتدي تبعت انهبيتري امبلسز للبريسر وال وتبعت انهبيشن كمان او تعطل كمان الاي دي اتش والالدوستيرون لو نفتكر. ف احنا دلوقتي العكس بقى هو اللي بيحصل، يعني المفروض هنا البلاد فوليوم قل، يبقى المفروض الديسشارج بتاعها يقل، الرسائل اللي هي بتبعتها انهبيتور ديت تقل، فيبتدي يحصل ايه؟ زياده في افراز الاي دي اتش والالدوستيرون، وده دور الكيدني في الحاله دي. احنا هنا في الكيدني بنشوف هي هتعمل ايه؟ هيحصل عن طريق الكيدني ريتنشن اوف ووتر اند صوديوم. يبقى كل الهرمونات دي كان نفسها انها تخلي الجسم يحوش ميه ويحوش صوديوم، يحوش سولت اند ووتر، وهي الاتريال ستريتش ريسبتورز او الاتريال ميكانو ريسبتورز كانت بتعمل انهبيشن للبروسيس ده، تقول له شكرا احنا مش عاوزين نحوش ميه.
احنا عاوزين نتخلص من الميه، فكانت بتعمل انهبيشن للاي دي اتش. دلوقتي لما هي تقلل الاتريال ميكانو ريسبتورز دي، تقلل الديسشارج بتاعها، معناها ان احنا بنقول الاي دي اتش اتفضل واشتغل على الكيدني، فالكيدني تقوم بدورها في النقطه دي وتبتدي تحوش الميه والصوديوم، فيبتدي واحده واحده الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم والبلازما فوليوم يزيد معايا، وبالتالي البلاد فوليوم يزيد، الفينوس ريتيرن يزيد، الكاردياك اوتبوت يزيد، وبالتالي الارتيريال بلاد بريشر هيزيد معايا. ده كده الدور اللي بتلعبه الكيدني كمساعد لمنظومه الاتريال ميكانو ريسبتورز. وختاما عندنا ملحمة الرينين أنجيوتنسين ميكانيزم، اللي هي المشاركة تعتبر المباشرة للكيدني في الريجيليشن، ان هو في حالة لو في دروب في الارتيريال بلاد بريشر، وليكن بسبب هيمريج او ديهايدريشن جامد او ايا مكان الاسباب، الكيدني في الحالة دي هيبقى فيه some sort of renal ischemia بدرجات متفاوتة حسب نسبة النزول في الضغط شكلها ايه. فالكيدني بتستجيب في منظومة عندها اسمها جاكستاجلوميرولار اباريتس، انه في جاكستاجلوميرولار سيلز بتسكريت انزيم اسمه الرينين. الرينين ده مسؤول عن اكتيفيشن لمنظومة رينين انجيوتنسين سيستم، اللي هي بتبتدي من اول الاكتيفيشن اوف انجيوتنسينجين. الانجيوتنسينجين ده الفا جلوبولين بيفرز من الليفر، تحت تأثير الرينين يتحول الى حاجة اسمها انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 تحت تأثير الايس او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي موجود في اللانجز او بتنتجه اللانج، ده بيتحول في الحالة دي الى الاكتف فورم على مستوى الكاردي فاسكولر اللي بنسميه الانجيوتنسين 2. يبقى هي القصة كلها عبارة عن ايه؟ ان في انجيوتنسينوجين ده في الانكتف فورم بتاعه، يجي الرينين يشيل منه حاجة او يغير في تركيبه فيحوله لحاجة اسمها انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يقابل الانزيم الثاني اللي اسمه ايس او اللي اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم عشان يتحول لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 is a very powerful effective mechanism for elevation of arterial blood pressure بطريقتين. زي ما احنا شايفين هو already يعني زي ما اتفقنا الرينين اهو بيشتغل على انجيوتنسينوجين يتحول لانجيوتنسين 1، انجيوتنسين 1 تحت تاثير الايس او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يدينا انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 بصوره مباشره بيعمل فازو كونستريكشن، تمام، فيري باورفول فازو كونستريكتور، وكمان بيحفز انتاج حاجه اسمها الدوستيرون، والالدوستيرون ده بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، وتكون النتيجه انه برضو بيزود البلد بريشر، تمام. يبقى تاني نقول الميكانيزم بتاعه، اولا بيعمل سيفير فازو كونستريكشن اوف اول بلد فيسلز اقوى من النور ادرينالين 50 مره، تمام، وده دايركت افكت ليه، ومن اسمه كده انجيو تنسن، انجيو يعني بلاد فيسل وتنسن يعني تبقى خلاص هتزود البلاد بريشر عن طريق الفازو كونستريكشن بتاعها، تمام. الحاجه الثانيه انه بيستيميليت سكريشن اوف الدوستيرون، والالدوستيرون هيؤدي ان الجسم يبتدي يحوش صوديوم ووتر، بالتالي بلاد فوليوم يزيد، وبالتالي ده هيبقى ريفلكتد ان الارتيريال بلاد بريشر يزيد. يبقى هو كده رفع لي الارتيريال بلاد بريشر بطريقتين، انه زود البلاد فوليوم، وان هو اصلا very powerful vasoconstrictor. دول الطريقتين الانجيوتنسين 2 بيرفع بيهم البلد بريشر، وده بيبقى رد فعل لنزول البلد بريشر واستجابه الكليه بافراز ماده الرينين. وبنهايه كلامنا عن الرينال ميكانيزم او السلو ميكانيزم، يبقى انهينا كلامنا فيما يتعلق بجزئيه الريجوليشن اوف arterial blood pressure اللي كان فيها rapid nervous mechanism او intermediate capillary fluid shift mechanism وslow renal or hormonal mechanism. كده دي منظومة regulation of arterial blood pressure, and thank you very much.